السؤال هل أي خطية تؤدي إلى الجحيم وترك الملكوت؟ والخطية بمفهومها الموت. هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 بيقول توجد خطية للموت ليس عن هذه يصلى، وتوجد خطية ليست للموت. عموما أجرة الخطية هي موت، أما الخطية التي ليست للموت فهي الخطية التي يتوب الإنسان عنها، فهي ليست للموت. ومع ذلك في خطايا احنا بنطلب من أجلها حتى بعد ما الناس يسيبوا العالم، سواء كانت خطايا بمعرفة أو غير معرفة أو بإرادة أو بغير إرادة، يعني بجهل أو بغير إرادة، ربنا ما رحمه كتير.